من قال إن العلاج بالموسيقى مجرد وهم أو أضغاث أحلام؟ فمجال العلاج بالموسيقى اكتسب اعترافاً رسمياً بعد الحرب العالمية الثانية في المستشفيات التي عالجت الناجين من أثار هذه الحرب، واتسعت دائرة الفوائد لتلعب الموسيقى دوراً متزايداً في علاج أنواع مختلفة من الأمراض البدنية والنفسية. والأغاني أيضاً تتضمن كلمات ليست كالكلمات، وألحاناً ليست ككل الألحان، وقد تكون تعويذة شفاء لأمراض قاتلة. يبدو أن صوت الفنان اللبناني راغب علامة كان وصفة طبية ناجحة لشفاء فلسطينية مصابة بالسرطان، وهي الدكتورة لبنى الياس الظاهر أمامكم. قالت أنها تعافت من مرضها بفضل أغاني راغب علامة التي ألهمتها بالأمل والصبر. هذه المرأة تحملت عناء السفر لمدة 26 ساعة إلى دوسلدورف بألمانيا لحضور حفل الفنان راغب علامة، السوبر ستار راغب علامة، وكان هذا اللقاء بينهما. أصور كيش لبنان. العلاج بيطلع لك إنك حاس. من فلسطين 26 ساعة. بدي عود لك يون أغاني هون. حبيبي. إيه؟ وعطلك معي على المسرح. يا حياتي. حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خبرينا ليش جيتي بفلسطين 26 ساعة؟ علشان أشوف الأستاذ راغب، لأنه هو سوبر ستار. حبيبي. سوبر. حبيبي. كان عندك تجربة شخصية كنت عم تقولي عنها، فيكي تخبرينا إياها؟ ليش عم بتدمعي؟ أول إشي أستاذ راغب أنا بحبه من لما كنا بالاستوديو الفان، لما غنى يا رب جايات فيها خبيها، بتذكر قلت لها لأمي هذا بينشح، هذا بصر صوته كثير حلو ومريح للدان، ومن يومتها أنا بحبه. ولما كنت حب للبنت الكبيرة الدكتورة كتبت لك الله يخليك فيها، طلعت الناية قلبي عشقها والعيون، فبنتي بتعرف من هي بطني أي حياتي وبحبه. وأنا بنتك معي؟ لا يا ريت، شيزي دكتور. سيرجنت صعب ما أدروش يعطوها. وبعدين لما مرتت بالسرطان فديل قبل 16 سنة، أنا كنت بين الموت والحياة 72 ساعة، وكان الدكاترة محضرين شهادة الوفاة. الإشي اللي خلاني أعيش هو أغاني الحب والعشق يا راغب وخوليو وراغب قلبي، فكل يوم أحط الامبي 3 وأضلني أسمع أغاني وأقول أنا لازم أعيش، لأن أنا بحب عيلتي وبحب الناس وبحب الحياة. وأنا بحب حضرتك وأنا بعلنلك يا أنا بحبك وأنا بحبك. شو اسم حضرتك؟ لبنى الياس. أهلا وسهلا ست لبنى الياس، نورتينا. وهلأ كمان لما مرضت كمان مرة بالسرطان مرقت فترة كتير صعبة، لما كان عندي ليالي خالدة بعت لي اللينك أحضره على الإنترنت وعلى بالمستشفى، واللي دايما هي بس فورا الهران مش احلى من الحب. سوبر ستار بتفلك، تتخيل انه صوتك هالقد قادر يعالج ناس يعطيهم امل؟ تفضل. قديش هي هلا عم تعطي امل للناس اللي عندهم كانسر؟ طبعا. نعم. قديش بتعطيهم لك ليك الهضامي والجمال والقلب والحب الحياه. تسلمي. مش معقول والله. تسلمي. انا بحبك حياتي، اثرتي بالكل هون، نورتينا. تسلمي. واكيد رح يكون حفله رائعه بوجودك. تسلمي. الله يسعدك. بدي لك شغله، بدك شغله. الفنان راغب علامة وعدها بالغناء لها واستقبالها بحفاوة على خشبة المسرح الذي من المقرر أن يقام عليه الحفل، فغنى لها فعلا، غنى لها نسيني الدنيا، واحتفى بها وشكرها على محاربتها للسرطان وصمودها على مرضها وانتصارها عليه. دكتورة لبنى she is a cancer survivor. سافرت 26 ساعة لوصلت، وأخذت 2 weeks أسبوعين راحة من الدواء لحتى تكون معنا الليلة وتسهر معنا الليلة. إجت من فلسطين، قطعت بلاد وبلاد وحواجز لوصلت لهون. أنا حبيت بس غني هالغني، غني لها إياها قدامكم، لأنه دكتورة لبنى هي بناتها دكاترة ما شاء الله، هلا تعرفت عليها امبارح، هزمت الكانسر بقوة لأنه كان عندها إرادة. وأنا بريد إنه دكتورة لبنى تكون مثل لكل اللي عم يجي هيك حاله، نزقف لها زقفة كبيرة.
بالرغم. لو أقول لك إني بحبك لاقت قصة السيدة لبنى الياس محاربة السرطان وتماثلها للشفاء بسبب صوت وأغاني رغب علامة، كما قالت لاقت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين ساخر ومنتقد، معتبرين أن السيدة الفلسطينية تبالغ كثيرا فيما ادعت، لا سيما وأن مرض السرطان يعد من أخطر الأمراض التي يصعب الشفاء منها إذا كان في مراحل متقدمة. أما التعليقات فجاءت كالتالي، نقرأ لكم ما جاء فيها ونبدأ تلك التعليقات مع نصرة الراضي. يقول في تعليقه: مشكلة لما الحماس يكون خارج نطاق السيطرة، لو ظل معها 5 دقائق زيادة كان صار بنظرها معصوم أو ملاك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت بين الحياة والموت، واللي خلاها تعيش أغاني راغب. يا الله حسن الخاتمة، ايش صاير بعقول الأوادم؟ هناك تعليق من طلال، يقول طلال: حبيت لقاهم سواء حب راقي، المهم هي سعيدة ويمكن تشفى بلقاء أو يخف عنها المرض، لأن مرض السرطان عامل النفسية فيه مهم جدا جدا لمحاربته. تعليق من إيمان، تقول إيمان: يا عمري شو جميلة هالست وراغب، يا عمري ما أطيبك راقي زي عادتك، متواضع ما بنسى وقفتي معك بمطار الكويت وضحكتك وتصورنا. أيضا هناك مداخلة من رؤى، تقول رؤى: بغض النظر عن اختلافنا الفكري، الفترة اللي هي بها أكثر فترة محتاجة راحة نفسية، يا رب يشفيها ويعافيها وتفضل سعيدة ويهديها لطريق النور والحق. أيضا هناك مداخلة من المهندس، يقول: كلام فاضي، الأولى تقطع مسافة لمكة أو المدينة ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وحمده على كل النعم، لكن للأسف صرنا بزمن نفضل الأشخاص على كل شيء، أمر محزن.